بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في عرض تقديمي جديد، وهو بعنوان التحليل العاملي. التحليل العاملي، تحليل التباين الثلاثي. لدينا ثلاث متغيرات مستقلة، أحد المتغيرات له ثلاث مستويات، المتغير الثاني له مستويان، والمتغير الثالث له مستويان. إذن هذا يسمى التحليل العاملي أو تحليل التباين الثلاثي. طبعا سأتحدث عن النوع الغير متزن أو ما يسمى بالـ Unbalanced Design. Unbalanced Design المقصود به أنه عدد المشاهدات الموجودة في كل مجموعة من مجموعات التجربة تختلف عن بعضها البعض. تحدثت في فيديو سابق عن التحليل العاملي في حال النظام المتزن. المسألة أمامنا هنا، لدينا ثلاث عوامل مستقلة A و B و C. العامل الأول A لديه ثلاث مستويات، أما العامل الثاني B والعامل الثالث C فكلاهما لديه مستويان. المطلوب تطبيق تحليل التباين الثلاثي على هذه البيانات بطريقة يدوية. افترض أن مستوى الدلالة هي 5%. إذن هذه البيانات موجودة أمامنا في هذا الجدول. بالنسبة للمتغيرات، لدينا المتغير A وفيه المستوى A1 و A2 و A3، وهناك المتغير الثاني وهو متغير B وفيه مستويان B1 و B2. أما المتغير أو الفاكتور الثالث فهو المتغير C وفيه مستويان أيضا C1 و C2. البيانات موجودة هنا داخل هذا الجدول. المطلوب تنفيذ اختبار تحليل التباين الثلاثي على هذه البيانات. بداية، قبل البدء بالعمليات الحسابية والعمليات التوضيحية لاختبار تحليل التباين الثلاثي لنفهم المسألة الموجودة أمامنا بشكل جيد قبل البدء بالعمليات الحسابية. بالنسبة للفاكتور A أو العامل A، هناك ثلاث مستويات لهذا العامل أو هذا المتغير المستقل، وهي A1 و A2 و A3. إذن عدد مستويات الفاكتور الأول يرمز لها بالحرف A يساوي 3. بالنسبة للعامل الآخر وهو العامل B، هناك مستويان لهذا العامل وهما B1 و B2. يرمز لعدد مستويات المتغير B ب الحرف اسمه ال B وتساوي 2. المتغير الثالث هو الفاكتور C، أيضا فيه مستويان two levels، المستوى الأول C1 والمستوى الثاني C2، ويرمز لعدد مستويات المتغير الثالث بالحرف small c تساوي 2. إذن يوجد لدينا ثلاث متغيرات مستقلة هي A و B و C. لهذا السبب يسمى هذا التحليل بالتحليل العاملي، بسبب وجود العديد من العوامل المستقلة. عدد مجموعات الدراسة Number of Treatment Groups هي ببساطة عدد مستويات المتغير الأول ضرب عدد مستويات المتغير الثاني ضرب عدد مستويات المتغير الثالث، والحاصل هو 12.
عدد مجموعات الدراسة. على سبيل المثال هذه المجموعة هنا هي المجموعة الخاصة ب A1 B1 C1، وعدد المشاهدات في هذه المجموعة هي 2، وهما 2 و3، ومجموع المشاهدات هما 5. على سبيل المثال هذه البيانات هنا في هذه المجموعة تمثل A2 B1 C1، ومجموع المشاهدات في هذه المجموعة هي المجموع الجبري للـ9 والـ7 والـ8 ويساوي 24، وعدد المشاهدات في هذه المجموعة عددها 3. إذا عدد المشاهدات في المجموعات يختلف عن بعضه البعض، لذلك يسمى هذا التحليل بالتحليل العملي ذو النظام الغير متزن. بالنسبة للعدد الكلي للبيانات أو كابيتال N وهي Total Observations، لو جمعنا عدد المشاهدات في كل مجموعة من المجموعات الـ12، العدد الكلي يكون 35 مشاهدة. إذن هذا كل ما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بهذه المسألة. أول خطوة من خطوات إجراء اختبار تحليل التباين العاملي أو الثلاثي هو توضيح لفرضيات الدراسة. يوجد في التحليل العاملي العديد من فرضيات الدراسة. هناك 3 فرضيات خاصة بالمتغيرات الأساسية A و B و C، وهناك مجموعة من الانتراكشن أو التفاعلات ما بين هذه المتغيرات، فيجب اختبار الفرضيات الخاصة بهذه التفاعلات. إذن بداية بالنسبة للعامل الأول أو المتغير الأول وهو الفاكتور A، الفرضية الصفرية أو النل هايبوثيسيس تشير إلى تساوي متوسطات A1 و A2 و A3، بينما النظرية أو الفرضية البديلة Alternative Hypothesis تنص على أن واحد من هذه المجموعات A1 أو A2 أو A3 متوسطها يختلف عن المتوسطات الأخرى. إذن هذه الفرضيات الخاصة بالعامل الأول أو العامل A، بنفس الطريقة بالنسبة للعامل B الفرضية الصفرية تشير إلى أن متوسط B1 يساوي متوسط B2، بينما الفرضية البديلة Alternative Hypothesis تشير إلى أن المتوسطين غير متساويان. العامل الثالث هو العامل C، أيضا الفرضية الصفرية تشير إلى أن متوسط C1 هو نفس متوسط C2، بينما الفرضية البديلة تشير إلى أن هذين المتوسطين مختلفان. إذن هذه مجموعات الفرضيات الخاصة بالعوامل الأساسية الـ3 A و B و C. بالنسبة للتفاعلات فيما بين هذه العوامل الـ3، الفرضية الصفرية دائما في حالة التفاعل تشير إلى عدم وجود تفاعل. إذا الفرضية الصفرية للتفاعلات
فيما بين المتغيرات دائما تشير إلى عدم وجود تفاعل بين هذه العوامل. أما بالنسبة للفرضية البديلة أو الـ Alternative Hypothesis فتشير دائما إلى وجود تفاعل فيما بين هذه العوامل. طبعا التفاعلات ما بين الثلاث متغيرات A و B و C يوجد تفاعل ما بين A و B ويوجد تفاعل ما بين A و C ويوجد تفاعل ما بين B و C ويوجد تفاعل ما بين A و B و C معا. إذا يوجد لدينا أربع مجموعات من الفرضيات خاصة بالتفاعل ما بين الثلاث عوامل. إذا هناك سبع فرضيات يجب اختبارها. بمعنى آخر هناك سبع قيم للـ F المحسوبة ونقارنها في النهاية مع قيمة F الجدولية. إذا هذه بالنسبة لفرضيات الدراسة. يمثل الجدول أمامنا هنا الجدول الخاص بتحليل التباين الثلاثي لثلاث متغيرات. المتغير الأساسي الأول هو المتغير A، المتغير الأساسي الثاني متغير B، المتغير الأساسي الثالث هو C. أما بالنسبة للتفاعلات فهناك تفاعل ما بين A و B، وهناك تفاعل ما بين A و C، وهناك تفاعل ما بين B و C، وهناك تفاعل ما بين المجموعات أو العوامل الثلاثة مجتمعة. مطلوب أيضا حساب درجات الحرية ومطلوب حساب السم اوف سكويرز مجموع المربعات ومطلوب حساب المين سكوير متوسط المربعات وفي النهاية نستطيع حساب قيمة الإحصائي F ونقارن بقيمة F الحرجة المستخرجة من جداول توزيع F. إذا مطلوب تعبئة هذا الجدول بالكامل حسب المسألة المعطاة لدينا. بداية لنبدأ بحساب درجات الحرية الـ Degree of Freedom. بالنسبة لدرجات الحرية الخاصة بالعامل A هي ببساطة عدد مستويات هذا العامل ناقص واحد، بمعنى A ناقص واحد. عدد مستويات العامل A هي ثلاث ناقص واحد هي اثنان. بالنسبة للمتغير B درجة الحرية تساوي B ناقص واحد، بمعنى عدد مستويات هذا المتغير ناقص واحد وعدد مستويات هذا المتغير هو اثنان. إذن درجة الحرية الخاصة بهذا الفاكتور هو واحد. بالنسبة لدرجات الحرية الخاصة بالعامل C أيضا C ناقص واحد تساوي اثنان ناقص واحد تساوي واحد. بالنسبة للتفاعل أو درجات الحرية للتفاعل ما بين A و B ببساطة نضرب درجة الحرية الخاصة ب A ضرب درجة الحرية الخاصة في B. هذه درجة الحرية الخاصة ب A هي A ناقص واحد وهذا هو درجة الحرية الخاصة بالعامل B و B ناقص واحد. A ناقص واحد اثنان و B ناقص واحد واحد. إذن درجة الحرية للإنتراكشن AB يساوي 2. بنفس الطريقة بالنسبة لدرجات الحرية الخاصة بالتفاعل ما بين العامل A والعامل C هذا درجات الحرية الخاصة بالعامل A وهذا درجات الحرية الخاصة بالعامل C. إذن الناتج هو 2. بالنسبة للتفاعل ما بين B و C درجات الحرية هي حاصل ضرب
درجة الحرية الخاصة للعامل B ضرب درجة الحرية الخاصة بالعامل C، إذا 1 ضرب 1 تساوي 1. المتبقي هو درجة الحرية الخاص بالتفاعل فيما بين الثلاث عوامل A و B و C، هذا درجة الحرية الخاصة بالفاكتور A، وهذا درجة الحرية الخاصة بالفاكتور B، وهذا درجة الحرية الخاص بالفاكتور C. إذن 2 ضرب 1 ضرب 1، إذن النتيجة النهائية هي 2. إذن كما ترون هناك 3 قيم لدرجات الحرية للعوامل الأساسية A و B و C، وهناك 4 قيم لدرجات الحرية للتفاعلات فيما بين هذه العناصر أو هذه المتغيرات أو العوامل الثلاثة. بالنسبة لدرجات الحرية الخاصة بالخطأ، القانون الخاص لحساب درجة الحرية الخاص بالخطأ هي كابيتال N، بمعنى عدد المشاهدات الكلية للتجربة ناقص عدد مستويات العامل A ضرب عدد مستويات العامل B ضرب عدد مستويات العامل C. كابيتال N هناك 35 مشاهدة في هذه التجربة، A 3 و B 2 و C 2، إذن درجات الحرية الخاصة بالخطأ يساوي 23. بطريقة بسيطة نستطيع حساب درجات الحرية الكلي أو DF total بجمع كل هذه القيم من درجات الحرية. إحدى طرق حساب درجات الحرية الكلية هي الجمع الجبري لهذه القيم 2 و1 و1 و2 و2 و1 و23، ويكون الناتج ببساطة هو 34. وهناك قانون مباشر نستطيع من خلاله الحصول على درجات الحرية الإجمالي، وهي بطرح 1 من المجموع الكلي للمشاهدات. المجموع الكلي للمشاهدات 35 ناقص 1، إذن يساوي 34. إذن درجات الحرية الإجمالي أو الكلي DF total تساوي 34. إذن هذه هي طريقة حساب درجات الحرية في حال وجود تحليل تباين ثلاثي. ببساطة الآن نعبئ هذه القيم في الجدول الخاص بتحليل التباين الثلاثي. إذن درجة الحرية الخاصة بالعامل A هي 2، لا B 1، لا C 1. التفاعل ما بين A و B هنا 2، وبين A و C هو 2، وبين B و C 1، و A و B و C 2، والخطأ 23، والمجموع الكلي لدرجات الحرية هي 34. بهذه الطريقة نكون قد استخرجنا القيم الخاصة بدرجات الحرية. الآن ننتقل إلى حساب sum of squares، مجموع المربعات. كما تعودنا قبل البدء بحساب مجموع المربعات أو الأس أس، يلزم حساب ما يسمى بالكوركشن فاكتور أو معامل التصحيح. يلزم حسابه لإجراء العمليات الخاصة بحساب الأس أس للقيم جميعا. القانون الخاص بالكوركشن فاكتور أو معامل التصحيح قانون بسيط، مجموع Y تربيع على كابيتال N. مجموع Y هي مجموع المشاهدات الموجودة للتجربة. مجموع المشاهدات، نربع مجموع المشاهدات ونقسم على كابيتال N، وكابيتال N هنا هي
المجموع الكلي لعدد المشاهدات. طبعا عدد المشاهدات هو 35، بمعنى لو جمعنا القيم الموجودة في هذا الجدول هنا، لو جمعنا هذه القيم نستخرج مجموع هذه القيم، وببساطة المجموع موجود في الجدول وهو 189. ولو قمنا بعد المشاهدات لوجدناها 35. على سبيل المثال، في هذه المجموعة يوجد مشاهدتان، في هذه المجموعة هنا يوجد 4 مشاهدات، هنا يوجد 3 مشاهدات، هنا 3 مشاهدات، إلى آخره. إذن ببساطة نستطيع حساب الكوريكشن فاكتور أو معامل التصحيح. نربع المجموع الكلي للمشاهدات وهو 189 تربيع، ونقسمها على العدد الكلي لعدد المشاهدات وهو 35. إذا نستكمل ويكون قيمة الكوركشن فاكتور هو 1020.6. إذا هذه هي طريقة حساب الكوركشن فاكتور أو معامل التصحيح. بعد حساب معامل التصحيح نستطيع الآن حساب قيمة الـ SS أو مجموع المربعات. نبدأ بحساب مجموع المربعات الإجمالي أو الكلي، وما يرمز له بالـ SS Total. القانون الخاص لحساب الـ SS Total: أولا مجموع Y تربيع ناقص الـ Correction Factor. مجموع Y تربيع المقصود فيها هو المجموع الجبري لمربعات المشاهدات، بمعنى آخر المشاهدات الموجودة لدينا في الجدول هذه، نربع كل قيمة من هذه القيم وعددها 35، ونأخذ المجموع الكلي لهذه المربعات، ثم نطرح من الناتج الكوركشن فاكتور أو معامل التصحيح. بمعنى آخر، المجموع الكلي لمربعات المشاهدات على سبيل المثال في المجموعة A1 B1 C1 هنا يوجد مشاهدتان 2 و3، إذا نربع الاثنان زائد نربع الثلاث، وبنفس الطريقة نكمل بالنسبة لباقي المشاهدات. يمكن استخدام برمجية إكسل لتسهيل إجراء هذه العملية الحسابية. مجموع واي تربيع هو 1227. إذن الآن ببساطة نستطيع حساب الأس أس توتال 1227، هذا مجموع مربعات المشاهدات ناقص معامل التصحيح أو الكوركشن فاكتور. إذن قيمة الأس أس توتال ببساطة هي 206.4، هذا قيمة الأس أس توتال أو المجموع الكلي لمربعات الآن نبدأ بحساب قيمة الـ SS للعوامل الأساسية الثلاثة. بداية نبدأ بـ A ثم B ثم C. لحساب مجموع المربعات الخاصة بالعامل A أو مسمى بالـ SSA، هذا القانون الخاص بحساب قيمة الـ SS للعامل A: طبعا العامل A قلنا أن فيه 3 مستويات، إذا هذه الحسابات الخاصة بالمستوى الأول، وهذه الحسابات الخاصة بالمستوى الثاني،
وهذه الحسابات الخاصة بالمستوى الثالث. لنفهم كيفية الحصول على القيم الخاصة بالمستوى الأول وهو A1، ما معنى مجموع A1 تربيع؟ ما هي A1؟ A1 المقصود فيها هي مجموع كل من هذه البيانات، المجموع الكلي لهذه البيانات. لاحظ هنا أهملنا العامل B وأهملنا العامل C وأخذنا الإجمالي الخاص بالمستوى A1. إذن نربع المجموع الكلي لهذه القيم ونقسمها على N sub A1، نقسم هذا المجموع المربع على عدد المشاهدات الموجودة في هذه المجموعة N sub A1، ولحساب عدد المشاهدات على سبيل المثال هنا يوجد مشاهدتان، إذن 2، وهنا 4، إذن مجموع 6، وهنا 3، 9، و2، 11، إذن مجموع المشاهدات أو N تساوي 11. في الجدول السفلي هنا تم حساب القيم لباقي المستويات. إذن بالنسبة لـ A1 مجموع المشاهدات 38 وعدد مشاهدات 11، بالنسبة للمستوى A2 مجموع المشاهدات لـ A2 هي 85، و85 هي ببساطة مجموع هذه المشاهدات أو هذه القيم. ولو حسبنا عدد هذه المشاهدات لكان 12. أما بالنسبة لـ A3 بمعنى آخر مجموع هذه المشاهدات فهو 66 وعددها 12. إذن تلزم هذه القيم للتعويض في الـ SSA. إذن بالنسبة لمجموع A1 38 مربع تقسيم عدد المشاهدات في A1 وهو 11، مجموع A2 85 نربعها ونقسمها على عدد المشاهدات الخاصة بها وهي 12، A3 مجموعها 66 نربعها ونقسمها على عدد المشاهدات الخاصة بها، ونطرح في النهاية قيمة الكوركشن فاكتور أو معامل التصحيح. إذن لو استكملنا العملية الحسابية البسيطة نستخرج قيمة الـ SSA، مجموع المربعات الخاص بالعامل الأول A وهو 75.76 بالمئة. لاحظ القيم التي يتم الحصول عليها، ندونها في الجدول الموجود في الزاوية، هذا الجدول لسهولة الرجوع إليها لإجراء العمليات الحسابية اللاحقة. بنفس الطريقة وبنفس الكيفية نحسب الـ Sum of Squares للـ Factor B أو ما يسمى بالـ SSB بنفس الطريقة، هذا القانون. طبعا العامل B فيه مستويان B1 وB2، هذه الحسابات الخاصة بـ B1 وهذه الحسابات الخاصة بـ B2. B1 تربيع هي مجموع قيم المشاهدات لـ B1 نربعها ونقسمها على عدد المشاهدات الموجودة فيها. على سبيل المثال B1 هنا 88 في الجدول
هذا كيف تم الحصول على 88 لبي 1. مجموع بي 1 هو ببساطة المجموع الكلي لهذه البيانات. لاحظ جمعنا كل هذه البيانات وأهملنا المتغير A والمتغير C. لو جمعنا هذه المشاهدات أو هذه البيانات لكان مجموع 88، أما بالنسبة لعددها فهو 18. لو حسبنا هنا 2، هنا 4، هنا 3، هنا 3، هنا 4، هنا 2، إذن المجموع يساوي 18. بالنسبة لـ B2، مجموع B2 101، والمقصود فيه هو مجموع هذه القيم الموجودة في هذا الجدول، مجموعها 101. ولو جمعنا عدد المشاهدات لكان 17. إذن نعوض بشكل مباشر، هنا B1 مربع عدد المشاهدات الخاصة لبي 1 وهي 18، هذا مجموع B2 101 نربعه ونقسمه على عدد مشاهداته، وفي النهاية نطرح معامل التصحيح أو الكوركشن فاكتور. نستكمل العملية ببساطة، فتكون قيمة الـ SSB مجموع مربعات العامل B هو 9.68%. إذا تم تدوين قيمة الـ SSB في الجدول على الزاوية. لاحظ الـ SSA قيمتها أكبر بكثير من الـ SSB. لاحظ عندما تكون قيمة الـ SS مجموع المربعات كبير، إذا فرصة أو احتمال رفض الفرضية الصفرية يزداد بشكل كبير. أما إذا كانت قيمة الـ SS صغيرة فهذه الاحتمالية تكون ضئيلة. بنفس الطريقة نحسب لي الفاكتور سي أو العامل سي. نفس القانون، العامل سي فيه متغيران C1 وC2. هذه الحسابات الخاصة بالمستوى C1 وهذه الحسابات الخاصة بمستوى C2. إذا نقول C1 مربع تقسيم عدد المشاهدات فيها زائد C2 مربع على عدد المشاهدات، وفي النهاية نطرح الكوركشن فاكتور. C1 موجودة هنا في الجدول محسوبة مسبقا وهي 94، وعدد مشاهداتها هي 18. حتى نعرف كيف تم الحصول على المجموع 94 لـ C1، قيم C1 المحسوبة من الجدول الرئيسي هذه إحدى قيم C1، وهذه القيم الأخرى لـ C1، وهذه القيم الثالثة لـ C1. لو جمعنا هذه المشاهدات لكان 94، ولو جمعنا عدد المشاهدات عددها هنا 2، هنا 3، إذن 5، و3 8، و3 11، و4 15، و3 18. بنفس الطريقة لـ C2 نحسب القيم هنا والقيم هنا والقيم هنا، فيكون مجموع 95 وعدد المشاهدات 17. نعوض بشكل مباشر الآن، C1 94 نربعها، عدد مشاهداتها 18 زائد C2 95 مربع تقسيم 17 عدد مشاهداتها، ونطرح الكوركشن فاكتور. نستكمل هذه العملية فتكون قيمة الـ SSC مجموع المربعات الخاصة بالفاكتور أو العامل C هي 1.17.
لاحظ قيمة مجموع مربعات العامل سي صغيرة نسبيا، إذا فرصة رفض الفرضية الصفرية تكون ضئيلة جدا. بمعنى آخر، هناك احتمال كبير لقبول الفرضية الصفرية التي تنص على أن متوسط C1 هو مساوي لمتوسط C2. إذا بهذه الطريقة نكون قد استكملنا حساب مجموع المربعات الخاصة بالفاكتور A و B و C. الآن نبدأ بحساب مجموع المربعات الخاصة بالإنتراكشن أو التفاعلات فيما بين هذه المتغيرات، ونبدأ ما بين المتغير A و B، أو بمعنى آخر الـ SSAB، مجموع مربعات التفاعل فيما بين الفاكتور A والفاكتور B. تم حساب القيم الخاصة بالفاكتور A و B كما هو موجود في هذا الجدول. فعلى سبيل المثال، هذه المجموعة هنا المقصود فيها أن عدد المشاهدات لـ A1 B1 هو 20، مجموع المشاهدات عفوا، وعدد المشاهدات فيها هو 6. كيف تم حساب الـ20 أو مجموع A1 B1؟ لو رجعنا إلى الجدول الأساسي أو الرئيسي الذي فيه البيانات الأساسية A1 B1، هذه إحدى قيم A1 B1، أو هي عفوا القيم الخاصة بـ A1 B1. لاحظ هنا تجاهلنا المتغير C، فلو جمعنا هذه المشاهدات هنا 2 و3 5 و6 11 14 16 20، إذا مجموع 20. عدد المشاهدات هنا مشاهدتان، إذا 2، وهنا 4، إذا عدد المشاهدات هو 6. بالنسبة لـ B2 مجموع المشاهدات 18 وعدد المشاهدات 5. كيف تم الحصول على هذه القيم؟ هذه قيم B2 هنا في الجدول الرئيسي أو الأساسي. لو جمعنا هذه البيانات أو المشاهدات لكان عددها 18، أما بالنسبة لعددها فهو 5. بالنسبة لـ A2 B1 مجموع المشاهدات 43 وعددها هو 6. A2 B1 هذه القيم الخاصة بـ A2 B1 من الجدول الأساسي أو الرئيسي، مجموعة 43 وعددها 6. أما بالنسبة لـ A2 B2 فمجموع المشاهدات هو 42 وعددها 6. A2 B2 هي المشاهدات هذه الموجودة في هذين المربعين وعددها 6. بالنسبة لـ A3 B1 مجموع المشاهدات 25 وعددها 6. كيف تم الحصول على هذه القيم؟ A3 B1 هذه المشاهدات الخاصة بـ A3 B1 مجموعها هو 41 أي عفوا A3 B1 المجموع 25، هذا A1 B1 هنا مجموع 25 وعدد المشاهدات فيها 6. أما بالنسبة لـ A3 B2 فمجموع المشاهدات 41 وعددها 6، وهي تمثل هذه القيم في الجدول الرئيسي أو الأساسي. إذا لإجراء العمليات الحسابية أو المعادلة مباشرة ننتقل إلى هذه القيم موجودة في هذا الجدول، ولكن قبل هذا القانون الخاص بالأس أس للتفاعلات يختلف بشكل بسيط عن طريقة حساب الأس أس للفاكتور
العوامل الأساسية، فالأس أس مجموع المربعات لـ AB يساوي، هناك ما يسمى بالأس أس للسب توتالز AB، بمعنى المجموعات الموجودة في المجموعات الفرعية أو الجزئية، ونطرح من هذه القيمة قيمة الأس أس للفاكتور A، ونطرح قيمة الأس أس للفاكتور B. أما بالنسبة لطريقة حساب، طبعا هذا الأس أس سب توتال A B هو الوحيد المجهول، إذا طريقة حسابه شبيهة بالطريقة التي تحدثت عنها مسبقا، على سبيل المثال A1 B1 هو مجموع المشاهدات الخاصة بA1 B1، نربعها ونقسمها على عدد المشاهدات الخاصة فيها، A1 B2 نربع على عدد المشاهدات. طبعا هنا لدينا 6 قيم، لأن قيمة أو عدد مستويات A هي 3 وعدد مستويات B هو 2، إذا مجموع الكومبينيشن أو التراكيب فيما بين A و B حيكون 6 كما هو موجود في الجدول في الوسط، وفي النهاية نطرح الكوركشن فاكتور. نأخذ القيم من الجدول مباشرة، على سبيل المثال A1 B1 قيمتها 20، إذا نربع الـ 20، عدد مشاهداتها 6، هذا A1 B2 18 نربعها، وهذا عدد مشاهدات إلى آخره، وفي النهاية طبعا هذا مجموع المشاهدات لـ A3 B2 نربعها، وهذا هو عدد المشاهدات، وهذه هي قيمة الـ Correction Factor أو معامل التصحيح. إذا الآن نحسب هذه العملية الحسابية. طبعا قيمة الـ SS لـ Subtotal هي 97.37. الآن نرجع إلى القانون الأساسي أو الرئيسي الموجود في الوسط للـ SS AB، قيمة SS Subtotal AB أصبحت معلومة، إذا نستطيع حساب الـ SS للـ AB. هذا الـ SS للـ Subtotal AB للتوافيق أو المجموعات ما بين A و B، هذا الـ SS الخاص بالفاكتور A، وهذا الـ SS الخاص بالفاكتور B، إذا الأس أس للتفاعل ما بين A و B هو 11.93. الآن نبدأ بحساب قيمة الأس أس الخاصة للعاملين A و B. أس 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 A و C، A و C، S S A C بنفس الطريقة، هذا القانون. بداية مطلوب حساب قيمة الـ S S للمجموعات ما بين A و C، ونطرح منها قيمة الـ S S A، ونطرح منها قيمة الـ S S للـ C. في الجدول الوسطي هنا هذه البيانات التي نستخدمها لحساب الـ SS للـ Subtotal، فعلى سبيل المثال A1 و C1 مجموع المشاهدات فيها 16 وعددها 5، كيف حصلنا على مجموع المشاهدات 16 لـ A1 C1؟ لو رجعنا إلى الجدول الأساسي أو الرئيسي هنا لـ A1 C1، هذه إحدى قيم A1 C1 وهذه قيم أخرى لـ A1 C1 وهذه القيم الثالثة لـ A1 C1.
عذرا A1C1 هي فقط هذه البيانات هنا. هذه البيانات الخاصة بـ A2C1 وهذه البيانات الخاصة بـ A3C1. إذا بالنسبة لـ A1C1 2 و3 و2 و4 و5 المجموع الكلي هو 16 وعدد المشاهدات فيها 5 بنفس الطريقة للمجاميع الأخرى ما بين A و C تم حسابها. إذا نحسب الآن الأس أس لـ Subtotals AC. طبعا لدينا هنا 4 قيم لـ A مع C لأن مستوى عذرا هناك 6 لأن عدد المشاهدات للفاكتور A 3 وعدد المستويات للفاكتور C هو 2 إذا الجميع 6. وفي النهاية نطرح الكوركشن فاكتور. هذه هنا الحسابات الخاصة بـ A1C1 مجموعها 16 إذا الربع 16 وعدد المشاهدات فيها 5. هذه البيانات خاصة بـ A1C2 مجموعة 22 وربعها وعدد البيانات فيها 6. ونستكمل لغاية ما ننهي للمجموعة الأخيرة وهي مجموعة الـ A3C2 مجموعة 32 وربع وعدد مشاهدات 5 ونطرح في النهاية الـ Correction Factor أو معامل التصحيح. نستكمل إذا قيمة الـ SS لـ Subtotal هي 84.4%. إذا يمكن الآن ببساطة حساب قيمة الـ SS الخاصة بـ AC. هذه الـ SS لـ Subtotal ما بين A و C، هذا الـ SS الخاصة بالفاكتور A وهذا الـ SS الخاص بالفاكتور C. إذا هذه قيمة الـ SS لـ Two Factors A و C 7.11. الآن نحسب بنفس الطريقة الـ SS الخاصة بالفاكتور B و C أو الـ SS لـ B و C. سنستخدم هذه البيانات الموجودة في هذا الجدول في العلاقة الرياضية. على سبيل المثال B1C1 هذه البيانات الخاصة بـ B1C1 مجموع المشاهدات 38 وعددها 9. كيف حصلنا على 38 ما بين الـ B1 وC1؟ هذه إحدى مجموعات B1C1 وهذه المجموعة الثانية لـ B1C1 وهذه المجموعة الثالثة لـ B1C1. لو جمعنا هذه البيانات لكان 38، أما بالنسبة لعدد بيانات هذه البيانات فهو 9. ببساطة هنا بين B1 وC1 الأولى 2 و3، هنا قيمتان وهنا 3 وهنا 4، إذا المجموع هو 9. بنفس الطريقة نحسب لباقي التوافيق ما بين B و C. نحسب لـ B1C2 و B2C1 و B2C2. هذا القانون الأساسي لحساب الـ SS للـ BC. مطلوب بداية حساب قيمة الـ SS ما بين العاملين B و C، ثم نطرح منه الـ SS للـ B ونطرح الـ SS للـ C. طريقة حساب الـ SS للـ Subtotal ما بين B و C بنفس الطريقة، هناك 4 قيم ما بين B و C لأن عدد مستويات العامل B هو 2 وعدد مستويات العامل C هو 2، إذا 2 في 2 4. إذا هناك 4 قيم. هذه القيم الخاصة بـ B1C1،
هذه القيم خاصة ب B1C2، وهذه القيم خاصة ب B2C1، وهذه القيم خاصة ب B2C2، ونطرح الكوركشن فاكتور. هذا مجموع B1C1 من الجدول في الوسط، 38 مربعها وعدد مشاهداتها 9. ونستكمل بالنسبة لبقية القيم، وهذه قيمة الكوركشن فاكتور عامل التصحيح. إذا نحسب قيمة الأس أس للسب توتال ما بين بي وسي وهو 19.19. إذا نعود إلى العلاقة الأساسية لحساب الأس أس ما بين بي وسي، هذا الأس أس للسب توتال ما بين بي وسي، وهذا الأس أس الخاص بالفاكتور بي، وهذا الأس أس الخاص بالفاكتور سي. إذا النتيجة هي 8.34 الأس أس ما بين الفاكتور بي وسي. المتبقي هنا من حسابات الأس أس للتفاعلات هو حساب الأس أس ما بين كل المتغيرات A و B و C، بمعنى أس أس A B C. هذا الجدول الأساسي هنا تم فيه جمع المشاهدات، فعلى سبيل المثال هنا في هذه المجموعة هنا هي المجموعة A1 B1 C1، مجموع المشاهدات فيها 5 وعدد المشاهدات 2. وبنفس الطريقة تم الحساب بالنسبة لباقي المجموعات. لاحظ هنا عدد العمليات الحسابية سيكون طويل نوعا ما، لأن عدد مستويات المتغير A هي 3، وعدد مستويات متغير B 2، وعدد متغيرات مستويات متغير C هو 2. إذا 3 في 2 في 2 12. هذا القانون الأساسي الرئيسي مطلوب بداية حساب قيمة الأس أس للسب توتال ما بين A و B و C، ونطرح منه كل القيم الممكنة بين A و B، S S A B A C B C و A و B و C. طريقة حساب الأس أس للسب توتال ما بين A و B و C بنفس الطريقة. هذه البيانات هنا هي البيانات الخاصة بالمجموعة A1 B1 C1، نربعها ونقسمها على عددها حتى نصل إلى آخر مجموعة، وهي المجموعة A3 B2 C2. نجمع قيمة قيم المشاهدات، نربعها ونقسمها على عددها، وفي النهاية نطرح معامل التصحيح. نعوض هنا، هذه قيمة A1 B1 C1 مجموع المشاهدات 5 مربعها وعددها 2. هذه مجموع A1 B2 C1 11 مربعها، نقسمها على عدد مشاهداتها 3 إلى آخره. وآخر مجموعة هنا هي المجموعة A3، هذه المجموعة هنا في الجدول الرئيسي هنا، هذه القيم تمثل المجموعة A3 B2 C2، مجموع مشاهداتها 16 وعدد مشاهداتها 3. ونطرح معامل التصحيح. لو استكملنا هذه العملية الرياضية يكون قيمة الأس أس للسب توتال 161.9،
إذا نرجع إلى العلاقة الأساسية لحساب الأس أس أي بي سي. هذا الأس أس لي سب توتال ما بين A و B و C، هذا أس أس لل A B، هذا الأس أس A C، هذا الأس أس لل B C، هذا الأس أس الخاص ب A، وهذا الخاص ب B، وهذا الخاص ب C، وهذه هي القيمة النهائية للأس أس ما بين A و B و C. لاحظ القيمة نوعا ما كبيرة، إذا هناك فرصة لرفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة بالنسبة للتفاعل ما بين A و B و C كما سنرى لاحقا. المتبقي من حسابات مجموع المربعات الأس أس هو فقط الأس أس للإرور أو للخطأ. لاحظ هنا لدينا الأس أس المجموع الكلي، ولدينا للمجموعات المختلفة، والمجهول الوحيد هو الأس أس للإرور. إذا نقول قيمة الأس أس توتال إجمالي مجموع المربعات يساوي مجموع كل الأس أس للعوامل الأساسية A و B و C، إضافة إلى الأس أس للتفاعلات ما بين هذه العوامل زائد الأس أس للخطأ. هذا المجهول الوحيد في المعادلة. ننقل القيم المعلومة إلى الجهة الأخرى، فتتغير الإشارة من إشارة زائد إلى إشارة ناقص. إذا يصبح لدينا هذا القانون لحساب الأس أس للإرور. نعوض القيم من الجدول مباشرة. هذا الأس أس للتوتال، هذا الأس أس للعامل A، هذا الأس أس للعامل B، وهذا للعامل C، وهذا للعامل AB، وهذا للعامل AC، وهذا للعامل B و C، وهذا للعامل A و B و C معا. إذا قيمة الأس أس الخاصة بالخطأ هي 44.50%. إذا الآن نستطيع تدوين هذه القيم للأس أس في الجدول الخاص بتحليل التباين الثلاثي كما هو موجود أمامنا. الآن باقي العمليات نوعا ما بسيطة مقارنة بعمليات حساب الأس أس. مطلوب الآن حساب المين سكوير متوسط المربعات. القانون الخاص بمتوسط المربعات يساوي قيمة مجموع المربعات تقسيم درجة الحرية. بمعنى آخر، لحساب متوسط مربعات العامل A هنا نقسم قيمة الأس أس الخاصة بهذا العامل، نقسم على درجة الحرية الخاصة فيه وهي 2، فيكون الناتج هو المين سكوير للفاكتور A. بنفس الطريقة نكمل بالنسبة للبقية. إذا بالنسبة للمين سكوير للفاكتور A أم أس A يساوي مجموع مربعات A تقسيم درجة الحرية الخاصة بA، هذا الأس أس لA وهي درجة الحرية الخاصة بA، إذا هذا المين سكوير لفاكتور A. بالنسبة لB يمكن أخذ قيم الأس أس من خلال هذا الجدول في الزاوية هنا. أس أس بي على درجات الحرية الخاصة في بي، هذا الأس أس في بي، هذا درجات الحرية 1، إذا هذا قيمة متوسط المربعات للعامل بي.
نستكمل بالنسبة للعامل سي بنفس الطريقة، والمين سكوير للفاكتور A و B، والمين سكوير متوسط مربعات لـ AC ومتوسط مربعات لـ BC ومتوسط مربعات للـ A والـ B والـ C معا، وأخيرا متوسط مربعات الخطأ يساوي الأس أس للإيرور تقسيم درجات الحرية الخاصة بالإيرور. هذه قيم الأس أس الخاصة بالخطأ، وهذه درجات الحرية الخاصة بالخطأ. إذا هذه قيمة الأم أس للإيرور. طبعا تلزمنا هذه القيمة هنا لحساب قيمة الإحصائي F. إذا ندون هذه البيانات الخاصة بالمين سكوير أو متوسط المربعات كما هو موجود أمامنا. الآن نبدأ بحساب قيمة الإحصائي F أو قيمة F المحسوبة أو F calculated. لحساب قيمة الـ F calculated على سبيل المثال للفاكتور A، نقسم المين سكوير متوسط المربعات الخاص بهذا المتغير على متوسط مربعات الخطأ أم أس للإيرور وهو 1.93. أما بالنسبة لباقي العوامل الأساسية والتفاعلات، أيضا نقسم متوسط مربعات على متوسط مربعات الخطأ وهو 1.93%. إذا بالنسبة للفاكتور A، قيمة F المحسوبة للفاكتور A مين سكوير A متوسط مربعات الفاكتور A تقسيم مين سكوير للإيرور متوسط مربعات الخطأ، إذا تساوي 19.63%. بنفس الطريقة للفاكتور B، قيمة F الخاصة بالفاكتور B نقسم قيمة الأم أس الخاصة ب بي على الأم أس الخاصة بالإيرور ويكون هذا الناتج 5.2%. بنفس الطريقة للفاكتور سي 61%. لاحظ كلما كبرت قيمة الإحصائي إف تكون فرصة رفض الفرضية الصفرية كبيرة، وكلما قلت قيمة إف فرصة رفض الفرضية الصفرية تصبح ضئيلة. بالنسبة لقيمة F ما بين الفاكتور A و B 3.09، ما بين A و C 1.84، ما بين B و C 4.32، وأخيرا ما بين الثلاث عوامل A و B و C 12.41%. لاحظ مبدئيا هنا أكبر قيم محسوبة لـ F، لاحظ هذه القيمة هو 19.63%، وهذه القيمة هنا 12.41%. أما بقية القيم فهي نوعا ما أقل من هاتين القيمتين. نستكمل جدول تحليل التباين الثلاثي بتعبئة قيمة الإحصائي F أو F calculated. المتبقي الآن لاستكمال هذا الجدول والحصول على النتائج النهائية للفرضيات هو إيجاد قيمة F الحرجة أو F critical. لإيجاد قيمة F الحرجة يلزم الرجوع إلى جدول توزيع F، ولكن يجب بداية معرفة ثلاث قيم. القيمة الأولى هي قيمة ألفا، طبعا معطاة في المسألة
عند 5% 0.05. القيمة الثانية هي درجات الحرية الأولى degree of freedom 1، وهي درجة الحرية الخاصة بالعامل المطلوب أو المراد استخراج قيمة F الحرجة له. والقيمة الثالثة هي درجات الحرية الخاصة بالخطأ، وقيمة درجات الحرية الخاصة بالخطأ هنا هي 23. إذا لاحظ قيمة ألفا 5% ثابتة، ودرجات الحرية الثانية أو تسمى درجات الحرية للمقام أيضا ثابتة. إذا الاختلاف الوحيد هنا هو درجات الحرية الأولى أو درجات الحرية تسمى للبسط، وهي هذه القيم 2 1 1 2 2 1 2. إذا لاحظ هنا توجد قيمتين مشتركتين فيما بين درجات الحرية لهذه العوامل هي 1 و2. إذا نستطيع الرجوع إلى جدول مرتين لاستخراج أو تعبئة قيمة F الحرجة. هذا جدول توزيع F عند مستوى دلالة 5%. هذه القيم هنا في هذا السطر، هذه تمثل درجات الحرية للبسط أو درجات الحرية للعامل المطلوب أو المتغير مطلوب إيجاد قيمة F له. أما بالنسبة لهذا العمود هنا، فهذا العمود يمثل المقام لدرجة الحرية، وهو ببساطة درجة الحرية الخاصة بالخطأ. درجة الحرية الخاصة بالخطأ قيمتها 23، وكما قلنا لدينا درجتين للحرية هي إما 1 أو 2. ففي حالة درجة الحرية 1 قيمة F هي 4.28، وهي التقاطع فيما بين درجة الحرية 1 ودرجة الحرية 23. إذا قيمة F الحرجة أو F critical عند مستوى دلالة 5%، ودرجات حرية للبسط 1 ودرجات حرية للمقام 23 هي 4.28. ونحسب القيمة الأخرى وهي درجة الحرية للبسط وقيمتها 2 مع نفس درجة الحرية الخاصة بالخطأ وهي 23، وتقاطع هاتين القيمتين تعطينا قيمة F الحرجة وهي قيمة 3.42. إذا قيمة F الحرجة عند مستوى دلالة 5% ودرجة حرية 2 أولى ودرجة حرية ثانية 23 هي 3.42. إذا نعبئ هاتين القيمتين من قيمة الـ F critical في الجدول كما هو مبين أمامنا. إذا بهذه الطريقة تم استكمال تعبئة جدول تحليل التباين الثلاثي. الآن ببساطة نستطيع استخراج النتائج. فببساطة حتى نحكم على كل من المتغيرات الأساسية والتفاعلات من حيث وجود أو عدم وجود دلالة إحصائية، نقارن ما بين قيمة F المحسوبة مع قيمة F الحرجة المستخرجة من الجداول. فإذا كانت قيمة F المحسوبة أو الـ F calculated أكبر من قيمة F الحرجة، إذا نقول أن هناك فروق دالة إحصائيا. وإذا كانت قيمة F المحسوبة أقل من قيمة الـ F critical، نقول بأنه لا توجد دلالة إحصائية. فعلى هذا الأساس لاحظ بالنسبة للعامل A
فاكتور A كانت قيمة F المحسوبة كما قلنا كبيرة نوعا ما 19.63%، بينما كانت قيمة F الحرجة هي 3.42. إذا بالنسبة للفاكتور A نقول أن هناك فروق دالة إحصائيا. بمعنى آخر بالنسبة للفرضيات الخاصة بالفاكتور A نرفض الفرضية الصفرية التي تقول بأن متوسطات A1 و A2 و A3 متساوية، إذا نقبل بالبديلة. البديلة تقول بأن واحد من هذه المتوسطات متوسطات A1 و A2 و A3 تختلف عن باقي المتوسطات. بالنسبة للعامل B أيضا كان قيمة F المحسوبة أكبر من قيمة F الحرجة المستخرجة من الجداول. إذا بالنسبة للعامل B نقول بأنه توجد فروق دالة إحصائيا، بمعنى آخر نرفض الفرضية الصفرية الخاصة بالفاكتور B ونقبل بالفرضية البديلة. إذا نقول أو النتيجة بالنسبة للعامل B أن متوسط B1 وB2 ليس متساويان، بمعنى أن متوسط B1 يختلف عن متوسط B2 إحصائيا. بالنسبة للعامل C لاحظ لا توجد دلالة، ببساطة قيمة F المحسوبة صغيرة جدا وهي فعليا أقل من قيمة F الحرجة. بالنسبة لـ AB أيضا لاحظ قيمتها فعليا أقل من قيمة F الكريتيكال. بالنسبة لـ AC أيضا لا توجد دلالة إحصائية ما بين A و C. إذا في حال A و C نقول بأننا نقبل بالفرضية الصفرية. بالنسبة لـ BC أيضا توجد فروق دالة إحصائيا، قيمة F المحسوبة أكبر بقليل من قيمة F الحرجة. إذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالبديلة. وأخيرا بالنسبة للتفاعل ما بين الثلاث عوامل A و B و C كانت قيمة F المحسوبة هي الكبيرة نوعا ما 12.41، وهي أكبر من قيمة F الحرجة المستخرجة من جدول توزيع F. إذا نقول بالنسبة للإنتراكشن أو التفاعل فيما بين العوامل الثلاثة أو الثري فاكتورز A و B و C أنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالفرضية البديلة. طبعا الفرضية الصفرية في حال الانتراكشن تنص على عدم وجود تفاعل فيما بين الفاكتورز أو العوامل، أما الفرضية البديلة فتشير إلى وجود تفاعل. إذا بالنسبة ل BC و A و B و C نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالبديلة. بمعنى آخر يوجد تفاعل ما بين B و C وأيضا يوجد تفاعل ما بين A و B و C. إذا هذه هي الخلاصة. إذا هناك بالنسبة للعوامل الأساسية أو المين فاكتورز، فقط للمين فاكتورز A و B هناك فروق دالة إحصائيا لأن قيمة F المحسوبة الـ F الكالكوليتد كانت greater than F critical، كانت أكبر من قيمة F critical. إذا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالبديلة، والبديلة تعني أنه يوجد هناك فروق دالة إحصائيا ما بين متوسطات هذين العاملين. بالنسبة للتفاعلات، التفاعل ما بين B و C والتفاعل ما بين A و B و C كانت قيمة F المحسوبة أكبر من قيمة الـ F الكريتيكال،
بمعنى آخر نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بالبديل التي تقول بأنه يوجد تفاعل، يوجد interaction. أما بالنسبة لباقي المتغيرات وباقي التفاعلات فلا توجد فروق دالة إحصائيا، بمعنى آخر نقبل بالفرضية الصفرية. إذن هذا كل ما يتعلق بتحليل التباين الثلاثي. تم تطبيق تحليل التباين الثلاثي بطريقة يدوية، طبعا يمكن ببساطة استخدام البرمجيات الجاهزة، فقط يتم تعبئة البيانات الخاصة في هذه البرمجيات ويتم استخراج النتائج بشكل سريع وبشكل مباشر، ولكن يلزم معرفة الأساس النظري لهذه البرمجيات وهو ما تم تطبيقه في هذا العرض التقديمي. شكرا جزيلا لكم، في حال وجود أي ملاحظة يرجى كتابتها في الأسفل، لا تنسى الإعجاب بالقناة والتسجيل فيها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.